ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الخارجية المغربية بعد زوال اليوم الاثنين قطع علاقات التواصل بشكل كامل مع سفارة ألمانيا الاتحادية بالرباط، وفيما لم تعلن عن السبب الرئيسي فإن الخارجية وجهت مراسلة رسمية لرئيس الحكومة وكافة القطاعات الحكومية حول قرار تجميد التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، واكتفى مصدر بوزارة الخارجية بذكر مضمون المراسلة الرسمية دون الاتيان على الأسباب الحقيقية لهذا القرار. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.